كن إيجابي، لكن أنت عايز تبقى إيجابي إزاي؟ طاقة إيجابية من ضيفنا الدكتور مايكل راشد، خبير تنمية البشرية، ضيف عزيز في بيت الكل. مهم جدا أن أنا أكون عارف أنا عايز ليه أصلا، وإيه القيم اللي بتحركني وترتيبها في حياتي، لأن ده هيسلي سنة أولويات. كيف بدنا نبلش هاي السنة ونحقق هدف من أهدافنا الكتير اللي بنحطها على ورقة بداية كل سنة؟ لازم أقتنص الفرصة بتاعت إن العالم كله بيبتدي وأنا كمان ببتدي معاه. الفكرة بأنك تكون إيجابي، إنك تكون قد التحدي، يكون في سيستم، والهدف بالنسبة لي مش إن أنا أوصل للتارجت اللي في الآخر، لا، الهدف بالنسبة لي إن أحقق السيستم ده. اللايف كوتش بتاعي، أو أنا محتاج حد لايف كوتش. الفكرة الأساسية اللي تفرق واحد ناجح عن واحد تاني مش ناجح هي فكرة مدى التطوير اللي بيعمله على نفسه. تذكروا دايما تفاءلوا بالخير تجدوه. بيت للكل غدا 11 مساء على قناة مصر الأولى.